احنا النهاردة عاوزين نتكلم في على مسؤوليتي على موضوع انا كنت ذكرته في المرة الماضية. في المرة الماضية كنا بنتكلم على مسألة مهمة وهي تتعلق بما يسمى خرائط الدستور. احنا لما بنتكلم عن الدستور بنتكلم عن الدستور ما بين مسارين، المسار الاول هو مسار التعديل والمسار الثاني هو مسار التفعيل. خلينا نتكلم بعض الشيء عن مثل هذه الأمور لأنه مسألة الدستور أما وقد حدث ما حدث بالنسبة للدستور فنحن الآن في حاجة للتعامل مع الدستور تعاملا متكاملا ما بين كما قلت المسألة التي تتعلق بمسالك التعديل والمسالك التي تتعلق بالتفعيل. بين الاثنين في مسالك اخرى اسمها مسالك التأويل، ومسالك التأويل دي مسالك مهمة جدا بالنسبة للخرائط الدستورية المتعددة. خلينا الاول نتكلم هو ايه الدستور. الدستور لما بنيجي نتكلم عنه بنقول ان هذا الدستور والدساتير بوجه عام هي عقود الشعوب، ومن ثم المسألة الأساسية اللي بتتعلق بالدساتير. ولما بنقول إنها عقود الشعوب بيعني ذلك أن المسألة ترتبط بعقد مجتمعي وسياسي جديد يمثله ذلك الدستور. ومن هنا يأتي المسألة التي تتعلق بما يمكن أن يترتب على المسألة الدستورية بأكملها. لما بنقول إن الدستور بيترد عليه كل الأمور التي تتعلق بالعقود خاصة هذا العقد هو عقد ما بين الأمة وما بين أطرافها المتعددة وما بين قواها المختلفة وما بين مؤسساتها وما بين سلطاتها وكل هذه الأمور، يبقى احنا بنؤكد على ان الدستور ده مهم جدا في إطار هذا التعاقد المجتمعي. ولذلك احنا قلنا ان الدستور من المهم كوثيقة تخرج تعبر عن هذا الوطن بكل كمالاته وكل فعالياته، انه يكون هذا الدستور بيحقق عملية توافق أو يستند إلى عملية توافق. المسألة التي تتعلق بالدستور بهذا الشأن إحنا قلنا أنه وثيقة غاية في الأهمية. الأمر المهم الثاني في تعريف الدستور وفلسفته والكلام ده كله بتتعلق بأنه هذا الدستور بيشكل حالة من حالات رسم صورة المجتمع كما نريد أو كما نرغب أو كما يجب، المجتمع الفاضل المجتمع الأمثل. لما بنقول إن الدستور بالاعتبار الذي يحقق هذا المجتمع الأمثل، يبقى احنا بنتكلم هنا على إن الدستور بيؤدي لنا أشياء كثيرة جدا في هذا الإطار وفي هذا المقام. بيؤدي لنا سلسلة من السياسات، بيؤدي لنا إلى سلسلة من المؤسسات. علشان كده إحنا لما بنيجي نتكلم على الدستور بنلاقي إن فكرة الدستور كانت فكرة حاضرة. لا يمكن إطلاقا إن إحنا نتحدث عن السنتين اللي مروا علينا في مرحلة انتقالية إلا وكان الدستور يعتبر مسألة غاية في الأهمية طيلة هذين العامين. لو احنا كنا بنتكلم على في البداية خالص التي تتعلق بالتعديلات والتعديلات الدستورية، كنا بنتكلم على تعديلات دستورية ستسكن ضمن دستور 71، ولذلك كان هناك استفتاء مارس على مثل هذه المواد. هو ده كان التصور الذي يتعلق بهؤلاء الذين فكروا في التعديلات الدستورية وأرادوا أنهم يسقطوا هذه التعديلات، ولذلك
احنا لما استفتينا في المره الاولى في مارس كان هذا الاستفتاء يعني بحوالي 9 مواد منهم ماده مكرره. المعنى ده اللي بيتعلق بالدستور وان احنا كنا بنحاول انه يكون في شيء مؤقت، حصل بعد كده كلام مهم جدا. الكلام ده قال لك لا، ده احنا عاوزين نعمل اعلانات دستوريه. وهنا دخلنا في منطقه ثانيه اسمها التعديلات الدستوريه. وفي الوقت ده لما كان في تعديلات دستوريه قعدنا نتكلم، هو المسار السياسي يجب ان يكون الدستور اولا ولا الانتخابات البرلمانيه اولا؟ هنا في هذا المسار وبرزت الاعلانات الدستوريه. الاعلانات الدستوريه شملت على ما اشتملت، ولكن في حقيقه الامر هذه الاعلانات الدستوريه كانت تتطلب منا شيء مهم جدا، شيء يتعلق بانه السلطه التي كانت تحكم وهي في ذلك الوقت كانت المجلس الاعلى للقوات المسلحه اخرجت اعلانا دستوريا. هذا المسألة الثانية. نجد بعد ذلك أن كانت هناك استحقاقات تتعلق بالدستور بعد الانتخابات، وهنا برز في الواجهة ما يسمى أيضا عندنا المحكمة الدستورية العليا، لأنه المسائل اللي ممكن كانت تتعلق بساحات المنافسة السياسية ذهبت إلى ساحات التقاضي وساحة المحكمة الدستورية. وهنا حدث أيضا ازدواج، بمعنى أنه هل الإعلانات الدستورية لما انتخب رئيس منتخب من حق من؟ وهنا قام الرئيس بعمل إعلان دستوري في 12 أغسطس. المسألة كلها بتؤكد على الفكرة التي تتعلق بالإعلانات الدستورية. فكرة الإعلانات الدستورية لما طلعت كان فيها مشاكل كثيرة، لأنه بدت هذه المسائل كلها ترتبط بما يمكن تسميته هي دي شرعية، أي شرعية تستند مثل هذه الإعلانات والجهة التي تصدر هذه الإعلانات. هنا كان في شيء مهم جدا يبرز في الأفق وهو الدستور. ايوه الدستور اللي احنا انتظرناه طويلا، الدستور اللي عملنا قبل كده استفتاء ثم عملنا انتخابات برلمانية ثم اتى بعد ذلك الدور الذي يتعلق بالدستور. صحيح المؤسسة التي تتعلق بمجلس الشعب، مجلس الشعب حل بحكم المحكمة الدستورية، لكن في كل الأحوال بدأنا نسير في مضمون العملية الدستورية. بدل ما نختلف على الدستور اختلفنا على شيء مهم جدا، من سيضع الدستور؟ ودي كانت ما يسمى بالجمعية التأسيسية. أنا بس عاوز أقول لكم القصة الدستورية دي لأنه القصة دي مهمة لحد ما وصلنا إلى هذا المنتج أو هذا المخرج اللي بيسمى وثيقة دستورية، وهذه الوثيقة الدستورية اللي حدث عليها استفتاء. لما بنتكلم على هذه الوثيقة الدستورية احنا كان في جمعيتين، جمعية في الأولى الجمعية التأسيسية الأولى، وهذه حكمت أيضا المحكمة القضاء الإداري بحلها، وكذلك الجمعية التأسيسية الثانية حولت القضية إلى المحكمة الدستورية وحدث ما حدث اللي انتوا عارفينه كله في هذا السياق والترشقات التي حدثت ما بين القوى السياسية المختلفة. هنا نأتي إلى المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها في الدستور والنتيجة التي لم تعبر عن هذا التوافق، وكذلك عبرت عن أن هناك قدر لا بأس به استطاع أن يقول لا، وقدر يصل إلى نسبة
الثلثين هذا القدر لم يقم بعملية تصويت احتجاجا ماشي، لا مبالاة ماشي، كتلة مخاوف ماشي، كل هذه الأمور ساهمت في شكل العملية التصويتية اللي أنا بسميها أنها لم تكن عملية مريحة بالمرة ولا تتلائم مع دستور يجب أن يكون دستور توافقي. طيب، أما وقد صدر الدستور وصدر بهذه النسبة وكل هذه الأشياء، فإحنا أمام أمرين. الأمر الذي قد تنادي به بعض القوى السياسية وهي بتتكلم عن الدستور وكأنه هذا الدستور يجب ما يمكن تسميته يعني بين قوسين كده إسقاط، إنه لا يتطبق مع قواعد القانون الدولي، إنه هذا فيه نصوص خطيرة، إنه كل هذه المسائل. أنا بقول من حق هؤلاء أن يقولوا ما يقولون، لكن المسألة الأساسية اللي بتتعلق بهذا الشأن، إحنا بنقول إن الدستور صدر وإنه في مسارين مهمين جدا يجب إن إحنا نعمل لهما ونعمل فيهما. إيه المسارين اللي إحنا نعمل فيهم؟ وبرضه ده يؤدي إلى حالة من حالات التوافق المهمة ما بين المعارضة وما بين السلطة. أنا مش مرتاح لكل الخطاب حول العملية الدستورية في كأنه إحنا أصدرنا الدستور وطلعت النتائج يبقى خلاص خلصنا. لأ، ده إقرار الدستور بداية لمسألة غاية في الأهمية اسمها الاستحقاقات الدستورية. الاستحقاقات الدستورية دي غاية في الأهمية، لأنه هذه الاستحقاقات الدستورية هي التي تترجم الدستور إلى حالة، إلى حياة، إلى كل هذه الأمور التي تتعلق بما يسمى دستور الحياة. لما نيجي نترجم الدستور على أرض الواقع يبقى احنا بنتكلم هنا على الدستور لا بكونه نصوص ولا أقوال ولا كلمات. الدستور هو في النهاية وفي البداية عمل وحركة وتطبيق وممارسات. أيوة نعم، لأنه اللي بيدي حجية لهذا الكلام ويترجمه هو الأمر الذي يتعلق بترجمة هذه التطبيقات على الأرض. الدستور عملية مهمة جدا، ولذلك أتى هذا الدستور ليشكل ما يسمى بأبي القوانين، يعني الأب الذي يمكن أن يجعل من القوانين بعد ذلك تتولد منه، تستند إليه، ترجع إليه. كل هذه الأمور أمور غاية في الأهمية لما بنتكلم عليها في المسألة الدستورية. إذن ده مسلك هنرجع له تاني، بس بعد ما نقول إن المعارضة أيضا لها مسلك، مسلك مهم جدا ويجب أن تقوم به وعليه، هو المسلك الذي يتعلق بالتعديل من ناحية، والمسلك الآخر الذي يتعلق بالتأويل من ناحية أخرى. إيه حكاية مسلك التعديل؟ مسلك التعديل إحنا لدينا نوع من الوعد من رئاسة الجمهورية بأنه ستكون هناك حوارات لإحداث التعديلات اللازمة على هذا الدستور نظرا للأسباب اللي هم أعلنوها في ذلك الوقت. طبعا أنا شخصيا متحفظ على هذه الأسباب، لأن كنت أرى أنه الدستور لما نؤجل الاستفتاء عليه ده معناه أنه يحدث الحالة التوافقية، الحالة التوافقية الحقة في هذا السياق، لأنه مش قضية أبدا ان احنا كنا نأجل الاستفتاء اسبوعين او ثلاثة او شيء من ذلك القبيل حتى يمكن ان نحدث توافق على بعض المواد. بعض المواد انا شايف انه هذه القوة كان لها ما لها من ملاحظات، ولما نيجي برضو نشوف الخريطة التي تتعلق بالاراء اللي راحت وجت حوالين
المواد التي تتعلق بالدستور أستطيع أن أقسم هذا الخطاب إلى قسمين. القسم الأول هو قسم يتعلق بالافتراء على الدستور، وإذا يعني خلينا ما نقتربش منه، لكن في قسم حقيقي في ملاحظات حقيقية يمكن أن تنهض بالدستور وتجعله دستورا مقبولا توافقيا فعالا قادرا على أن يحكم البلاد ويستمر. هذا الأمر الذي يتعلق بمسار التعديل يمكن رصد هذا. كل القوى السياسية اللي لها رؤية في مسار تعديل الدستور وجب عليها أنها توصل هذه المقترحات يا إما بالشكل المباشر إذا شاركت في الحوار، أو بالشكل المباشر إذا أرسلت هذه المقترحات إلى رئاسة الجمهورية، أو أن هناك وسيط سيقوم بنقل مثل هذه المقترحات التي تتعلق بالتعديل. إذا مسار التعديل مسار مهم جدا. المسار الثاني المهم اللي يجب أن تقوم به أيضا المعارضة، وأنا هنا لما بتكلم عن المعارضة لأن المعارضة لابد وأن يكون لها دور في ميزان الحياة السياسية، زي ما قلنا قبل كده المعارضة دي لازم تزن المسألة السياسية التي تتعلق بهذا الوطن. هو حد يتكلم عن المعارضة من باب الاستبعاد أو من أي باب يتعلق بالنفي أو أنه مش عاجبه هذه المعارضة أو شيء من هذا القبيل، كل ده لا نستطيع إطلاقا أن احنا نسير حياة سياسية سليمة من غير ميزان يجمع ما بين سلطة فاعلة راشدة ومعارضة قوية وزنة. علشان كده أنا بقول أن المعارضة كمان لها دور فيما يتعلق بالمسألة التي تتعلق بمسالك التأويل. إيه بقى حكاية مسالك التأويل دي؟ لأن دي مسألة مهمة جدا يمكن أن تقوم بها المعارضة. المعارضة لها رؤى تتعلق مثلا بالعدالة الاجتماعية وبالسياسة الصحية وبالسياسة الاقتصادية وبالسياسة الأمنية. كل هذه المعادلات حتى لو كان لها نوع من التحفظ أو الاعتراضات على الصياغات التي تتعلق بالمواد الدستورية هي قادرة على أن تقدم من خلال هذا الأمر تأويلا مهما لو هي قدمت اقتراحات متكاملة ومهمة في هذا السياق. يعني أنا شايف أن البند المتعلق بالعدالة الاجتماعية، وزي ما قلت مرارا وتكرارا، السلطة سلطات التنفيذ في الدولة لم تقم بعمل يذكر في هذا المسار. المعارضة دايما تتحدث انه ده شيء مهم جدا ويجب اخذه في الاعتبار في دستور بعد الثورة. اذا هل المعارضة تملك رؤى؟ هل المعارضة تملك بدائل؟ هل المعارضة تملك سياسات متكاملة حوالين ترجمة الشعار الذي يتعلق بالعدالة الاجتماعية إلى شعار واقعي يتعلق بسياسات وآليات والمطالبة بقرارات؟ هو ده مهم جدا بالنسبة للمعارضة. المعارضة تقدم بدائل غاية في الأهمية، ويجب أن المعارضة تقوم بهذا وتضغط من أجله. المعارضة في حالتها دي هي قوة ضاغطة تستطيع من خلال هذه المطالب ومن هذه السياسات أن تشكل مسلكا يتلازم ويصاحب المسلك الذي يتعلق بالتعديل وهو مسالك التأويل. نيجي بعد كده إلى المسلك الثالث الذي يشكل شراكة حقيقية ما بين المعارضة وما بين السلطة، لكن الجانب الأكبر يقع على عاتق السلطة. الدستور وقد وافق عليه الشعب في إطار عملية استفتائية، يبقى أنت بتتكلم إن هذا الدستور الذي أقر فيه مسائل كثيرة بيفرضها هذا الدستور
مما يسمى الاستحقاقات، بما يسمى الحزم والخرائط. ليه بقى؟ لأن الدستور ده إدانا وأشهر لنا على مجموعة من الخرائط المهمة. أهم شيء بالنسبة لهذه الخرائط هي الخرائط التي تتعلق بالتشريع. وهنا في خرائط التشريع لازم يكون في مبدئين بيحكموا هذا التشريع. أولاً، التشريعات يجب إنها تكون عميقة وناتجة عن تداولات ومحاورات وحوارات شعبية ومجتمعية، لأنه كثير جدا من الأمور تمس هذا الشعب في الصميم وتمس معاشه. ومن ثم هذه العملية المهمة والعملية الحوارية يجب أن تكون. الأمر الثاني اللي يجب أن يتوفر في هذه القوانين إنه هذه القوانين ما تتسلقش. أيوة نعم، ما تتسلقش. القوانين دي يجب إنه يقوم بها من يقوم بهيئات مختلفة وبأصحاب الاختصاص وبأصحاب المصلحة، حتى يمكن أن يحدث ذلك عن تشاور عميق يمكن أن يؤدي إلى حالة من حالات التوافق على قانون بعينه يمكن أن يحجم مجال بعينه، زي الإعلام مثلا. كل هذه المناطق التي تتعلق بهذا الشأن. الأمر المهم الثالث في عملية التشريعات إنه هذا التشريع لابد وأن يحقق المقصود منه والغرض منه، هو ده المعنى المهم. ومن ثم لازم تكون في خريطة أهداف واضحة نستطيع من خلالها أن نقدم حزم التشريعات هذه. الأمر المهم اللي بيتعلق بالتشريعات وحزم التشريعات ان احنا هل احنا عملنا خريطة لهذه التشريعات؟ نعم، لانه لازم نعمل ده. لازم نبص في المواد القانونية، المواد الدستورية التي تحيل الى القانون لتنظيم هذه الشؤون، ودي كتيرة جدا. انا النهاردة وانا يعني اقرأ بعض الاخبار وكده ذهلت انه بعض الناس بيصل بيه الى انه يقول ان احنا عاوزين نغير 12,000 قانون. دي مسألة صعبة جدا، لكن بصرف النظر. ليه؟ لان احنا لما بنحيل المسألة الى القانون ده مش معناه ان يصدر قانون واحد، ده ممكن تصدر حزمة قوانين. اللي بيدل على كده لما بنتكلم عن الانتخابات، لما بنتكلم عن الانتخابات بتبقى فيه حزم قانونية متعددة، واحد يتعلق مباشرة الحقوق السياسية، واحد يتعلق بالانتخابات البرلمانية، واحد يتعلق بانتخابات مجلس النواب، واحد يتعلق بالأمور التي تتعلق حتى كمان بالانتخابات الرئاسية، واحد يتعلق بعمليات الاستفتاء وتنظيم مثل عمليات الاستفتاء. كل هذه الأمور كلها أمور مهمة جدا في هذا السياق. الأمر المهم الذي يتعلق بحزمة التشريعات ان التشريعات كمان لها اولويات. في تشريعات مفصلية يجب ان احنا نبدأ بيها. هذه التشريعات يمكن ان تشكل رافعة وتمس حياة الناس. جزء لا يتجزأ من عملية التشريع وخرائط التشريع ان احنا ما نذهبش الى التشريعات التي تتعلق بالخلاف السياسي، ولكن نذهب إلى التشريعات التي تتعلق بهذه الجماهير. الأمر المهم الثاني الحزم التي تتعلق بحزم المؤسسات. حزم المؤسسات دي مهمة جدا. احنا عندنا مطلوب مننا مش أقل من 6-7 مؤسسات. هل احنا متصورنا هذه المؤسسات وأفعالها وكمان من يقودها؟ لأنه في خريطة كمان تتعلق بالمناصب. ملء المناصب التي تتعلق بمثل هذه المؤسسات. في خريطة ثالثة تتعلق بالسياسات، السياسات الصحية، السياسات الأمنية، السياسات الاقتصادية، السياسات التعليمية والتربوية. كل هذه السياسات تحتاج منا ان احنا مش عاوزين نستنى لحد ما تحصل انتخابات مجلس الشعب.
عاوزين كل الوزارات تقوم بعمل مهم، عاوزين كمان المعارضة بكل كوادرها التخصصية أن تسهم في هذا العمل البناء في هذا الإطار. يبقى في مسالك تعديل، وفي مسالك تأويل، وفي مسالك تفعيل يمكن أن تقوم بها المعارضة وتقوم بها السلطة. احنا بنتكلم عن سياسات وخرائط آليات وخرائط مناصب وخرائط كثيرة جدا. هو ده الدستور اللي بيقول لنا عليكم استحقاقات. هل احنا عارفين هذه الاستحقاقات، ولا احنا هنفضل كل مرة نعمل بشكل عشوائي ولا نعمل بشكل استراتيجي؟ هنفضل نتعامل بالقطعة مع الأمور، ولا هنتعامل مع معمار مهم اسمه الدستور، دستور الحياة؟ على مسؤوليتي سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.